جان دومينيك بابي صحفي وكاتب فرنسي خط أشهر مؤلفاته برمش عينه اليسرى فقط ليعطي درسا للعالم بالإرادة والتصميم على النجاح مهما كانت الظروف. عاش بابي حياة سعيدة مفعمة بالطاقة والحيوية ومليئة بالنجاحات المهنية، ولكن ذات يوم انقلبت على رأسه الأمور وتغير كل شيء فجأة. ففي عام 1995 تعرض الكاتب المشهور لجلطة دماغية حادة دخل على إثرها في غيبوبة استمرت لمدة 20 يوما، وعندما أفاق وجد أن السكتة الدماغية سببت له أضرارا جسيمة وتركته حبيسا داخل جسده لا يستطيع الحركة أو التحدث. لحسن الحظ ظل عقله متنبها وقادرا على العمل بكفاءة، وبرغم الحالة الجسدية والنفسية المزرية التي وصل لها جان، رفض الرجل القعيد الاستسلام لعجزه وقرر التمرد على سجن جسده. وبكل أمل وعزيمة حاول أن يتأقلم مع مستجدات حياته القاسية ويبحث عن وسيلة يتواصل بها مع العالم الخارجي ليثبت ذاته. فما كان أمامه سوى الكتابة للتعبير عن مشاعره وأفكاره، ونظرا لفقدانه القدرة على الحركة قرر بوبي أن يعتمد على جفن عينيه اليسرى في الكتابة، وذلك عن طريق إملاء مساعدته عليه كل حروف اللغة الفرنسية. وعندما يستقر على الحرف المناسب يقوم بإغلاق جفنه تعبيرا عن الموافقة. ظل بوبي لشهور طويلة ينسج فقرات كتابه ويؤلفها في عقله، ثم ينتظر مساعدته ليمليها عليها حرفا حرفا باستخدام طريقته المذهلة. بعد أكثر من 20,000 إغماضة عين خرج الكتاب من رحم المعاناة ليحاكي قصة حياة الكاتب الحقيقية تحت عنوان بدلة الغوص والفراشة. وسرعان ما حقق شهرة واسعة وأحرز أعلى المبيعات، وتحول إلى فيلم سينمائي من روعته بنفس الاسم. وأصبح بوبي رمزا في قوة الإرادة وهزيمة المستحيل. ولكن المحزن أنه لم يرى كل هذه النجاحات بسبب رحيله عن عالمنا بعد صدور الكتاب بيومين فقط، تاركا للعالم درسه الملهم في العزيمة والإصرار. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن هناك إعاقة لا يستطيع الإنسان التعامل معها أبداً؟